أنا بس الأول لازم تحية تقدير واحترام لدولة الإمارات العربية الشقيقة لكل معاونة وكل النهاردة مساندة للشعب المصري، وبالذات هنا في قطاع التكنولوجيا والمعلومات. بمجرد ما السيد الوزير زارنا هنا في القرية التكنولوجية من 3 شهور مضى وأدرك أهمية العنصر البشري المصري بالذات في هذا القطاع، ولم نأخذ إلا دقائق معدودة حتى اتفقنا أن احنا فعلا هنفعل هذا البرنامج اللي هو هنختار فيه في الباتش الأولاني 10,000 شاب من جميع محافظات مصر زي ما قلنا، بآليات معينة باختيارات معينة تتناسب مع الاتجاهات الحديثة، وتم على طول توفير المبالغ اللي هي للقيام بهذا التدريب اللي هو قلنا 50 مليون جنيه. وبالتالي احنا بدأنا النهاردة تفعيل هذا البرنامج. احنا ما بنعلنش بس عشان بنمضي بروتوكول، احنا بنقول خلاص احنا اشتغلنا مع بعض لمدة 3 شهور متواصلة سريعة، سواء عن طريق المكتب التنفيذي لدولة الامارات اللي موجود في جمهورية مصر العربية، مع وزارة الصناعة عن طريق المجلس التدريب الصناعي، مع الوزارة ومتخصصية في التدريب، مع هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات. وبالتالي النتاج النهاردة العمل اللي بنبدأه النهاردة بتفعيله، وبالمناسبة بداية عام جديد إن شاء الله بيحمل كثير من الأمل والثقة والطموح لمصرنا الحبيبة إن شاء الله. هل ذوي الإعاقة والاحتكاك في المركز في التدريب؟ احنا خصصنا 10% لذوي الإعاقة، لأن احنا نؤمن بأهمية دعم ودمج ذوي الإعاقة بل وتوفير فرص عمل ليهم، ونفتخر أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات اللي بتجذب العمالة بالنسبة لأولادنا وأبناتنا ذوي الإعاقة في مجال التدريب المتخصص والمراكز الخاصة مراكز الاتصال.